لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، من كتاب مختصر الرحيق المختوم، وصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهر بالدعوة كما أمره ربه سبحانه وتعالى. فماذا تفعل قريش؟ أهم قريش أمرا آخر، أهم قريشا أمر آخر، وهو أن العرب سيأتون إلى الحج، فماذا يقولون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهر بدعوته؟ فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة، فقال لهم الوليد: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت فقل وأقم لنا رأيا نقول به. قال: بل أنتم قولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات. فقال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. يعني الكاهن يتكلم بسجع، فالقرآن ليس سجعا. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: نقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهجزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليس بقول كهان ولا شعراء ولا مجانين ولا سحار، وقوله له حلاوة وليس بقول البشر، إنما هو قول رب البشر سبحانه وتعالى. فعندئذ سيكذبون، لأن العرب كانوا وقتئذ أهل فصاحة وبلاغة وبيان،
قال وإن أقرب القول فيه لأن تقول ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك، يعني أخذوا منه هذه الكلمة واتفقوا على أن يقولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ساحر أتى بسحر، أتى بسحر يفرق فيه بين الأب وابنه وبين الرجل وعشيرته، وارتضوا هذه الكلمة. وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، فقال لهم أمهلوني حتى أفكر في ذلك. فظل الوليد يفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا. وفي الوليد أنزل الله تعالى 16 آية من سورة المدثر، من الآية 11 إلى الآية 26، وفي خلالها صور كيفية تفكيره. قال الله عز وجل في شأن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني دعني أيها الرسول أنا والذي خلقته في بطن أمي وحيدا فريدا لا مال له ولا ولد، وجعلت له مالا ممدودا، يعني مالا مبسوطا واسعا، وبنين شهودا، يعني بنين حضورا معه في مكة لا يغيبون عنه. ومهدت له تمهيدا، يعني يسرت له سبل العيش تيسيرا. ثم يطمع أن أزيد، يعني يأمل بعد هذا العطاء أن يزيده الله عز وجل مالا وولدا، وهو قد كفر بالله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي ليس الأمر كما يزعم، إنه كان لآياتنا عنيدا، أي للقرآن معاندا مكذبا، سأرهقه صعودا، يعني سأكلفه مشقة من العذاب والإرهاق لا راحة له منها. إنه فكر وقدر، هذا تصوير من رب العالمين سبحانه وتعالى لكيفية تفكيره. إنه فكر وقدر، أي فكر في نفسه وهيأ ما يقول من الطعن في محمد صلى الله عليه وسلم وفي القرآن. فقتل كيف قدر، أي فلعن واستحق بذلك الهلاك، كيف أعد في نفسه هذا الطعن. ثم قتل كيف قدر، ثم لعن كذلك، ثم نظر، أي ثم تأمل فيما قدر وهيأ من الطعن في القرآن، ثم عبس وبصر،
عبس يعني قطب وجهه، عبس وبصر، اشتد في العبوس والكلوح لما ضاقت عليه الحيل ولم يجد مطعنا يطعن به في القرآن، ثم أدبر واستكبر يعني رجع معرضا وتعاظم في نفسه أن يعترف أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى وأنه ليس بسحر وأنه ليس بكلام البشر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، أي ادعى أن القرآن هذا سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، أي محمد نقله عن الأولين، إن هذا إلا قول البشر، يعني هذا كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم وليس هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة لعنه الله، فأخذت منه قريش هذه الكلمة وظلوا يتكلمون بها أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء بسحر، وجعلوا يحذرون الناس منه، بدأوا ينفذون هذا القرار، فجلسوا بسبل الناس حتى قدموا للموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع الناس في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز، هذه أسواق كانت تعقد في الجاهلية في هذه الأماكن، فكان صلى الله عليه وسلم يأتي الناس في منازلهم أي يفود العرب الذين أتوا للحج، وكذا يأتيهم في أسواقهم يدعوهم إلى الله، وأبو لهب خلفه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. صدرت العرب من ذلك الموسم يعني رجعوا إلى ديارهم ومعهم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من الدعوة أيضا، يعني نتأمل هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت لما يدبرونه وما يمكرونه وما عزموا عليه، ووراءه أبو لهب عمه يقول إنه صابئ كذاب، لا تطيعوه إنه صابئ كذاب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبأ ويدعو القبائل إلى ربها سبحانه وتعالى. وفي هذه الدعوة مع أنه لم يستجب له أحد فائدة أن هذه الوفود أخذت هذه الدعوة وبلغتها إلى من وراءهم، يعني قالوا إن رجلا خرج بمكة يدعي أنه نبي ومن شأنه كذا ومن شأن قومه كذا، هذه دعوة، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، فالمقصود أن الدعوة تبلغ ثم يهدي الله عز وجل من يشاء من عباده. لما فرغت قريش من الحج فكرت في أساليب تقضي بها على هذه الدعوة في مهدها، من هذه الأساليب السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بذلك تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالجنون
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ويصمونه بالسحر والكذب، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكانوا يشيعون ويستقبلون بنظرات ملتهمة ناقمة وعواطف منفعلة هائجة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا هؤلاء جلساؤه من الله عليهم من بيننا. وقال الله تعالى ردا عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكانوا كما قص الله علينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يعني يستهزئون بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم يعني رأوا الصحابة قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين، وقد أكثروا من السخرية والاستهزاء، وزادوا من الطعن والتضحيك شيئا فشيئا، حتى أثر ذلك في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ثم ثبته الله وأمره بما يذهب هذا الضيق فقال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فالصلاة راحة، وتسبيح الله سبحانه وتعالى وتحميده وتكبيره وتهليله مما يذهب الله عز وجل به الهم والحزن، وما يلاقيه الإنسان في طريق عبوديته ودعوته لربه سبحانه وتعالى. هذا درس عظيم لنا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد أخبره من قبل أنه يكفيه هؤلاء المستهزئين، حيث قال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. هذا تهديد لهم. وأخبره أن فعلهم هذا سوف ينقلب وبالا عليهم، فقال ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. وهذا فيه أعظم العبرة لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا وكما ذكر لنا القرآن قيل عنه ساحر ومجنون وكذاب وشاعر وكاهن، وكانوا يستهزئون به ويسخرون منه ومن صحابته رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وما عطله ذلك عن دعوته، وإنما استمر في دعوته إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ما يؤثر شيء من ذلك في التزام الإنسان وفي عبادته. فلا شك أن الأخت بحجابها ولحجابها والتزامها بدينها قد تتعرض إلى سخرية، إلى استهزاء بها لا تبالي. كل ذلك في ميزان الحسنات، لا تبالي بشيء من ذلك.
وعليها أن تدعو إلى ربها سبحانه وتعالى. ما يمر بها من نساء تعرفهم تدعوهم وتذكرهم بربهم سبحانه وتعالى بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، وتصبر على ذلك، والصبر صبر ساعة. ومن أساليب المواجهة أيضا إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة، فقد أكثروا من ذلك وتفننوا فيه بحيث لا يبقى لعامة الناس مجال للتدبر في دعوته والتفكير فيها. كانوا يقولون عن القرآن أضغاث أحلام، يعني ما يراه النائم، فهذه أضغاث أحلام يراها محمد في النوم ثم يصبح يتلوها على الناس، هكذا قالوا، وقد برأه الله عز وجل من ذلك. ويقولون بل افتراه، أي اختلقه من عند نفسه، ويقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، أي اشترك هو وزملاؤه في اختلاقه. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وأحيانا قالوا إن له جنا أو شيطانا يتنزل عليه كما ينزل الجن والشياطين على الكهان. قال الله تعالى ردا عليهم: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يعني تنزل على الكذاب الفاجر المتلطخ بالذنوب. أما محمد صلى الله عليه وسلم فما جربتم عليه كذبا، صلى الله عليه وسلم، وما وجدتم فيه فسقا، فكيف تجعلون القرآن من تنزيل الشيطان؟ وأحيانا قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مصاب بنوع من الجنون، فهو يتخيل المعاني ثم يصوغها في كلمات بديعة رائعة كما يصوغ الشعراء، فهو شاعر وكلامه شعر. قال تعالى ردا عليهم: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهذه ثلاث خصائص يتصف بها الشعراء، ليست واحدة منها في النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين اتبعوه هداة مهتدون، متقون صالحون في دينهم وخلقهم وأعمالهم وتصرفاتهم، وليست عليهم مسحة من الغواية في أي شأن من شؤونهم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لا يهيم في كل واد كما يهيم الشعراء، بل هو يدعو إلى رب واحد ودين واحد وصراط واحد، وهو لا يقول إلا ما يفعل ولا يفعل إلا ما يقول. فأين هو من الشعر والشعراء؟ وأين الشعراء والشعراء منه؟ وهكذا أبدوا شبهات حول موضوع التوحيد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم والبعث بعد الموت. وقد رد القرآن على كل ما أثاروه من الشبهات ردا مفحما يقنع كل ذي عقل ولب، ولكنهم كانوا مشاغبين مستكبرين يريدون علوا في الأرض وفرض رأيهم على الخلق، فبقوا في طغيانهم يعمهون. ونلاحظ هنا أن المشركين لم يتعرضوا إلى الجانب الضعيف عندهم، يعني لم يدافعوا عن آلهتهم بأي حجة ولا ببينة، إنما جاءوا إلى القرآن الحق وقالوا عنه سحر، جاءوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه كذاب كاهن شاعر شبهات حتى يصرف الناس عن التفكير في القرآن وعن التفكير في الإسلام الذي هو الدعوة الحقة. فالجانب الضعيف الذي عندهم لم يتكلموا فيه ولم يدافعوا عن آلهتهم، إنما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، أي نحن وجدنا آباءنا كذلك فنحن نتبعهم فقط. أما أن يدافعوا عن آلهتهم بحجة أو بينة، وهل عندهم علم أنزله الله عز وجل أن هذه الأصنام شفعاء لهم عند الله كما زعموا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ليس معهم شيء من ذلك. ولذلك عند المناظرة لا بد وألا يخرجنا المناظر عن جانبه الضعيف إلى الكلام في جانبنا القوي، فلا بد أن نركز في الجانب الضعيف الذي عنده. كما وجدنا القرآن، فإن الله عز وجل قد صرف الخطاب في القرآن ونوعه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فدائما في المناظرة نقف عند الجانب الضعيف عند هذا المناظر. فمثلا النصارى عند مجادلتهم، فإننا نتكلم في مسألة التثليث ومسألة أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ما دليلهم على ذلك؟ فهذا جانب ضعيف عندهم. فماذا يفعلون؟ يأتون ويلقون الشبهات في القرآن أو في السنة، فلا يخرجنا ذلك عن أن ننتبه إلى الكلام في الجانب الضعيف الذي عندهم. وكل ذلك مقصود إحقاق الحق وردهم إلى الحق. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نكتفي بهذا من كتاب مختصر رحيق المختوم من كتاب المنة. وقفنا عند قول الشيخ حفظه الله الفرق بين كفر النوع وكفر العين، وهذه مسألة مهمة جدا جدا لابد أن تنتبه لها الأخوات. يقول هذه النقول السابقة من كلام أهل العلم والتي تصرح بكفر من يحكم بالقوانين الوضعية أو يرضى بها أو يحتمها على الناس، لابد فيها من ملاحظة أن هذا التكفير هو من جهة النوع، أي أن هذا النوع من الكفر هو من الكفر الأكبر. أما من جهة المعين فالفتوى بأن فلانا بعينه كافر لارتكابه هذا الكفر فإنما هو لأهل العلم بعد نظرهم في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في مسألة التكفير. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. الكفر هنا كفر ايه؟ كفر نوع. يبقى ترك الصلاة كفر، يبقى هذا كفر نوع. اما الذي يترك الصلاة بعينه فلا يكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، مع أن من أهل العلم من يكفره كفر عين، الذي يترك الصلاة كاسلا يكفره كفر عين.
والخلاف في مسألة التكفير هنا خلاف سائغ. المقصود أنه لا يكفر الشخص بعينه إذا أتى كفرا إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهذه مسألة مرجعها إلى أهل العلم. ما هي الشروط؟ إيه يعني إيه استيفاء الشروط؟ الشروط العلم والبلوغ، يعني هل هو يعلم أن ما قاله أو يفعله كفر أم لا؟ البلوغ، العقل ليس مجنونا، القصد أي أن يكون مريدا لذلك وليس مكرها، التذكر أن يكون متذكرا ليس ناسيا، والاختيار وعدم التأويل. ومن موانع التكفير الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، جهل ناشئ عن عدم البلاغ يعني لا يعلم، لم يبلغه. الصغر والجنون والخطأ والنسيان والإكراه والتأويل، القصد عكسه الخطأ، الاختيار عكسه الإكراه. يبقى قلنا إن الشروط عدم التأويل، المانع التأويل. فلا يصح التسرع في تكفير معين حتى يستيقن قيام الحجة وانتفاء العذر، وليس معنى ذلك عدم تكفير معين بالمرة، بل يمكن أن يحكم على معين بالكفر والردة بعد ثبوت إتيانه للكفر وقيام الحجة وانتفاء الشبهة كما بينا. وقد يكون في الشروط وانتفاء الموانع اجتهاد واختلاف بين أهل العلم، ينبغي أن يكون من الخلاف السائغ. يعني إيه؟ يعني ممكن يكون عالم لما جي يحكم على شخص بعينه قال كفرا، يرى أن استيفاء الشروط ليست مستوفاة في هذا الشخص، عالم آخر يراها مستوفاة، وهكذا. فينبغي أن يكون هذا من الخلاف السائغ. أما الحكم العام أي من جهة النوع فلا ينبغي الاختلاف فيه، يعني المسائل التي ذكرها أهل العلم، متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر، هذه المسائل لا ينبغي أن يكون فيها اختلاف، فهذا من كفر النوع. أما كفر العين أي الذي يفعل ذلك بعينه فلا يكفر إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذن فمن الذي يستطيع التعيين؟ هم أهل العلم والقضاء الشرعي. إذن هذا ليس لأحد الناس، ليس للعوام ولا للمقلدين، وإنما هذا لأهل العلم والقضاء الشرعي. كأن ينظر أهل العلم في شخص معين في شروط التكفير وانطباقها وموانع التكفير وعدمها، وهل قامت الحجة عليه أم لا، ثم بعد ذلك يحكمون بكفره ويفتون بذلك أو بعدم كفره. وكذا يحكم أهل القضاء بانفساخ نكاحه وعدم التوارث معه، يعني حكم بردته ووجوب قتله. فأهل العلم والقضاء هم الذين يعينون الشخص بالتكفير، أما عامة الناس فيتبعون أهل العلم في هذا الأمر. وأما الكفر الأصغر وهو الذي لا يخرج صاحبه من الملة، وهو الذي وصف به ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من التابعين حال حكام زمانهم، وهو أن يحكم الحاكم تبعا لشهوته أو هواه أو الرشوة أو غيرها في قضية أو قضايا ولو كثرت بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه الحكم الوحيد الذي يجب أن يحكم به ولا بد من تطبيقه، ولا يلزم الناس بخلافه في التشريع العام.
مثال قاض ملتزم بالشريعة وعنده أن الزاني يرجم إذا كان محصنا ويجلد إذا كان غير محصن، ثم جاءه رجل فأعطاه رشوة لكي يغير الحكم في قضية زنا، في قضية زنا ثبتت، فيزور مثلا في الأوراق ويكتب أنه قد تبين لنا أن الشاهد الثالث غير عدل، فيكون مجموع الشهود العدول في النهاية ثلاثة فقط لا أربعة، وتكون الشهادة بذلك غير مستوفية لنصابها فتثبت البراءة، فهذا حكم بغير ما أنزل الله. لكن الأصل عنده إلزام الناس بالشريعة في التشريع العام، وإن كان يخالف في التطبيق فهذا كفر دون كفر على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، بخلاف شخص آخر يقول ثبت لدينا أن المجني عليها كانت مختارة حين زنت وتم الفعل باختيارها لذلك فالمتهم والمتهم بريئان ولا توجد تهمة أصلا لأن الفعل تم بالاختيار، فهذا هو الفرق. وهذا الأخير كفر أكبر لأنه يلزم بخلاف الشريعة ويصحح ذلك. أما الذي يعترف على نفسه بالخطأ والظلم ولا يلزم بمخالفة الشريعة فهذا كفر دون كفر. فرق: إنسان يقر أن شرع الله سبحانه وتعالى هو الحق ويحكم بين الناس بذلك، ثم حمله هوى في مسألة من المسائل على أن يحكم بغير الشرع، فهذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس، يعني كفر عمل وليس كفر اعتقاد. أما الآخر أنه يقول الزنا حرية شخصية وأنه تم باختيار المرأة ومن ثم فلا عقوبة، هذا كفر أكبر عياذا بالله. ما الواجب على كل مسلم الآن؟ الواجب على كل مسلم ومسلمة في أي نزاع أن يطلب من خصمه التحاكم إلى من يحكم بينهما بشرع الله من أهل العلم، سواء كانوا في دولة تقيم شرع الله أم في غيرها، فلا بد أن نتحاكم إلى من يحكم بالشرع، ولا يحل له أن يطلب التحاكم إلى المحكمة الوضعية، يعني في القوانين الوضعية، يعني أنه سيتحاكم إلى قانون وضعي يترك شريعة الله، أو إن دعي إلى التحاكم إلى من يحكم بينهما بشرع الله فيقول لا أنا أريد المحاكم الوضعية أو القوانين الوضعية، لأنه يعلم أن القوانين الوضعية سيأخذ بها عياذا بالله حقا ليس حقا له. فمثل هؤلاء الذين قال فيهم رب العالمين ألم تر إلى الذين يقولون الذين يزعمون ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل لك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فلا يحل له أن يطلب التحاكم إلى المحكمة الوضعية التي تحكم بالقوانين التي وضعها الرجال بآرائهم، ولكن لو أن خصمه رفض واضطر حتى يأخذ حقه أن يقف أمام تلك المحاكم الوضعية أو ليدفع الظلم عن نفسه كان يقبض عليه ويتهم ظلما، فهو مضطر لإحضار محام ليبين أنه مظلوم، فهذا مضطر وهو في الحقيقة لا يتحاكم إليهم ولا يطلب منهم أن يحكم بنظامهم، ولكنه يسأل أولا أهل العلم عن حقه الشرعي ويطلب من أولئك أن يعطوه حقه الذي يعطيه الشرع إياه، ولا يجوز له قطعا أن يطلب إلا حقه الشرعي، وكذلك لا يجوز له قطعا أن يطلب من هذه المحاكم أن يعطوه ما يعطيه القانون بخلاف الشرع، بل لا يطلب إلا حقه الشرعي فقط الذي علمه من أهل العلم، ولا يجوز له الزيادة على ذلك
فهذا اضطرار، والله حسبنا ونعم الوكيل. تنبيه هام: في الدول التي تنص دساتيرها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد أو الرئيسي للتشريع بحيث يعد ما خالفها باطلا، يستطيع الشخص المضطر إلى الوقوف أمام المحاكم أن يطعن في أي قانون يخالف الشريعة بكونه يخالف الشريعة الملزمة، ومن حق القاضي كذلك أن يرفض الحكم بمخالفة الشريعة ويرفع الأمر للمحاكم الدستورية لإبطال هذه المادة رفعا للحرج عن المسلمين في أو في وجود أمثال هذه المواد. وأما ما يوافق الشريعة من القوانين فتجب موافقته لكونه من الحق الذي شرعه الله وطلب إقامته، ليس تحكيما للطاغوت، إذ هو أمر بإقامة شرع الله سبحانه. وهناك كثير من القوانين المعاصرة لا تخالف الشرع، فالمطالبة بإقامتها وكذا الحكم بها لا يعد مخالفة للشرع ولا حكما بغير ما أنزل الله، خصوصا أنه لا سبيل للناس لأخذ حقوقهم إلا بذلك، كقوانين المواريث والزواج والطلاق في الجملة، وكذا كثير من القوانين المدنية المتعلقة بالعقود والبيوع والإيجارات. وما كان منها يخالف الشرع فيجب مطالبة بإبطاله. وتحكيم أهل العلم هو المخرج الشرعي في مسائل الخصومات التي تقع بين المسلمين الذين يعيشون في ظل القوانين الوضعية. وتحكيم المحكم مسألة لها أصل في الشرع من فعل الصحابة رضي الله عنهم حتى في وجود الخلافة والقضاء الشرعي، فقد تحاكم كثير من الصحابة رضي الله عنهم إلى بعضهم، وكانوا إذا اختصموا ذهبوا إلى أحدهم ليحكم بينهم، وهذا عند الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله حكم ملزم كحكم القاضي إذا ثبت رضا الطرفين بالتحكيم، وهذا في وجود القضاء الشرعي كما بينه الجويني رحمه الله في كتابه غياث الأمم، وهذا أمر اجتهادي. وعند أبي حنيفة يجوز أيضا، ولكن لا يلزم حكمه إذا خالف حكم قاضي البلد، ولا ينفذ من حكمه إلا ما وافق حكم قاضي البلد. وعند الجمهور يلزم هذا الحكم وينفذ حتى ولو خالف مذهب قاضي البلد، ولا ينقض منه إلا ما ينقض من حكم قاضي البلد المعين، وهو ما يخالف نصا من الكتاب أو السنة أو إجماعا أو قياسا جليا، فإن حكم القاضي المعين ينقض إذا خالف البينات اللي هي النصوص الكتاب والسنة الإجماع القياس الجلي، أي إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي، وكذلك حكم الحاكم سواء كان معينا أو محكما إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا وجب نقض الحكم. أما ما كان من مسائل اجتهادية ليس فيها نص ولا إجماع ولا قياس جلي فإن حكم القاضي لا ينقض من قبل من هو أعلى منه مثلا، فالخليفة مثلا لا يستطيع أن ينقض حكم القاضي إذا لم يخالف البينات مع أنه خليفة، لأنها مسألة اجتهادية. إذن فهذا المحكم ينقض من حكمه مثل ما ينقض من حكم قاضي البلد، وينفذ من حكم من أحكامه كل ما ينفذ من أحكام القاضي. وبعض أهل العلم يخرج ويخص من ذلك الحدود الشرعية، ويخص من ذلك الحدود الشرعية. والحقيقة أن لزوم تطبيق الحكم الشرعي إنما يرتبط بالقدرة والمصلحة، فإقامة الحكم الشرعي أمر وتنفيذه أمر آخر، فالواجب على الناس إذا أمكنهم إقامة الشرع بمن هو أهل له أن يقيموه، فإذا تعذر ذلك ولم يقدروا إلا على أن يقام الشرع بغير أهله فهو أفضل من عدم إقامته بالكلية. ولذلك نقول قد بيّن الإمام الجويني أنه إذا كان التحكيم اجتهاديا في زمن وجود الإمام والقضاء الشرعي والحكم الشرعي، فعند غياب الإمام يصبح أمرا قطعيا،
يعني عند غياب النظام الإسلامي الشرعي يصبح وجوب التحكيم، يصبح وجوب التحكيم هو المخرج الواجب الوحيد الذي ليس للمسلمين سواه في إقامة الشرع فيما بينهم، إذ لا يسوغ لهم تأخير تطبيق ما يقدرون عليه من أحكام الشريعة ومطالبة الغير بأن يحكم بشرع الله حتى ولو كان الأصل عند غيري عند هذا الغير خلاف ذلك. هذا لا ينطبق عليه أبدا وصف الكفر أو الرضا بالطاغوت أو التحكم إلى الطاغوت. ولذلك نقول إن من ذاب إلى المحاكم الوضعية مضطرا وطالبهم بإقامة الشرع وطالبهم بتنفيذ حكم الله عز وجل الذي علمه من خلال أهل العلم، هذا لا يقال عنه قد رضي بالحكم، هذا لا يقال عنه قد رضي بالحكم بغير ما أنزل الله، ولكن لا يجوز له أن يستفيد مما قد تتيحه له الأنظمة الوضعية من نصيب أكثر من حقه الشرعي، فلا يستغل ذلك ولا يطالب به. وإن شاء الله نستكمل بقية الكلام في هذه النقطة في المرة الآتية إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.